طبيب تشتوان برا تاق بولخ يحيق وشو عدد تسرهم شا دير غالة يج يو خايرة تو بوم نشمي تاق يج تو جز سوكيلار دلدلش تانيور يج شليالش وغل يج شليالش политически ча шади вэш ша ид ногчи чу халяца ца дюча да цэр хэр халяц дюча да цэ язим хэво чу да цэр сани аур мэш лош бо и хэво чу да цэр ногчи чу цохина сокуз уушина и банду шавир социга ханаис хэзол цига юдира ай дагадык цани дех кирац шелячкаца деш и алер и дадицер цунох чо дик докум хецони хеби профайтер бог он элча ай лук дица хай дэг ди нэг дала шиета кип чо ца зума дош нох чо зух ца гух ца дош что и дош тен хол холан хеч дегит а холан бала и дала и и фриби форвайтер бо и мерш тош бо доки суна ок мерсо коза али шоус а суне пома бо шо синга там ци зимо шо до хом штац и так дис так лохи шинс ас бо беш ноч пен ню суна йок йок организация ю президент бо хсте юса ох чо бо бо цу тях так кинг шара ю кинг шара ю ко книг тяхан йок романи уша ара яла ногчи чу ахил дул цир да хария так ногчи чу ахил бул темиш ногчи чу ахил дул ар да хар стали мушкина цутя казахстаня идут и ушкина и роман тут я бобешу со из вухтаду дела и души дюрен я апреля ария и тут я бобешу со юх после хитан книжный издательство шеш лёг карьера ночи матера и лёси матица лёгша ше норвежский матери President Falk Iran. Sit Bershunen, Jure Tel At, Mangi Journalister och Aktivister, Mote for Latelande. Och jag var en av dem. Jag och dottern min var i Sverige för 4 månader. Ändelig bestämde jag sända ett socknad för Icon. Och jag blev Trondheims frivilligförfattare. För att skapa litteratur tränger du att känna samfunnet och kulturen.
دي أرفانس كلي فدي دين كان لاجن بارادوكس تلاي بارادوكسين أر أم دروم من سوم دو لابر إي أو كبير كلي هتن سوم دو دور إي Jeg har publisert to diktsamlinger i Norge på persisk og norsk. Det å skrive er det eneste ting som jeg kan tenke på nå. Jeg håper at jeg kan ferdiggjøre min neste bok. Første bilde som dukket opp i mitt hode er om min første koordinator i Trondheim kommune, Rein Oftedal. Han hjalp meg og min familie så mye for å kjenne forlagen, for å kjenne situasjonen rundt oss, for å finne noen venner som kunne hjelpe meg. لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا. مع بداية الحرب كانت وظيفتنا الأساسية تسجيل الانتهاكات القائمة بين الأطراف المتصارعة عسكريا. في سوريا كما في أي بلد ديكتاتوري لا يوجد ما هو حرية رأي حقيقية. أنت لا تستطيع انتقاد الأنظمة والسلطات أيا كانت السلطات الدينية أو السلطات السياسية. بعد 3 سنوات من الكتابة كتبت فيها مجموعة من القصص القصيرة ومجموعة من الأبحاث السياسية عن الوضع في سوريا. تم التواصل عن طريق أصدقاء مع الأقلام النرويجية وتم العرض للقدوم إلى النرويج. بسبب كوني كنت ملاحق سياسيا وكنت خارج من السجن بسبب عملي في لجان دفاع حقوق الإنسان. على هذا الأساس تم اختيار النرويج. حاليا التواصل الأساسي مع الأقلام النرويجية بالإضافة لكوني داخل ضمن برنامج التأهيلي. بالعموم شغلي الليلي كتابي، بكتب في بعض الصحف النرويجية بالإضافة لأكتب قصة قصيرة ورواية، وفي رواية راح تصدر قريبا في اللغة النرويجية. متابع تواصلي مع لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا. أنا بشعر كوافد أنه أحد أهم مهامي أنه ساهم في إبقاء النرويج بهذه الصدارة.
المشروع المستقبلي اللي بتمناه يتحقق انه استمر انه باشر بعمل مع الصحافة النرويجية، بالإضافة ل إكمال مشروعي في كتابة القصة القصيرة والرواية. هذا بالنسبة لي المستقبل. اللي بيقلقني في المستقبل أنه لا أتمنى أن أعيش على مساعدات الناف في النرويج. حقیقتش اینه که من اصلا نمیخواستم از کشور بیرون بیام و نه قصد پناهندگی داشتم. دقیقا شبی بودش که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و در همون شب هم نزدیک به 100 نفر رو بازداشت کردن. ما این خبر رو رفتیم و من فردا از سوی مدیر مسئول روزنامه اخراج شدم. همسرم هم تهدید شده بود به خاطر اینکه عضو یک حزب سیاسی بود که بازداشت میشه. بعد از اون هم خودم مورد بازجویی قرار گرفتم و فکر کردم که اینها میخوان بنده رو به زندان بندازن. این بودش که از ایران خارج شدم قبل از اینکه به زندان بیفتم. در مالزی 3 سال بودم. یادداشت‌ها و گزارش‌های برای سایت‌های ایرانی مثل سایت BBC، سایت روز آنلاین و اینها می‌نوشتم. پاسپورت من منقضی شد. سفارت ایران اعلام کردن که برای شما خدمات کنسولی انجام نمیشه به خاطر اینکه به هر حال جزو دشمنان نظام هستید و پاسپورت من رو ضبط کردن و دیگه پاسپورت من ندادن و من اقامتم در مالزی کاملا غیر قانونی شد. اونجا با آیکورن و خانم الیزابت مکاتبه کردیم و اونها گفتن که شهر ترندهیم در نروژ این امکان رو داره که شما رو پذیرا باشه. نروژ هم خوشحالم هم ناراحتم این که به کشورم نمیتونم برگردم. ناراحتم و از این که به کشور آزاد اومدم و میتونم چیزهایی رو ببینم و یاد بگیرم البته خوشحال هستم. نویسنده مهمان به شما یک فراغت و زمان میدن تا یک اثری رو خلق بکنید که نتوانستید در مملکت خودتون به خاطر فشار استبدادی که اونجا بود بیافرید و همین هم امر بزرگی است. توی ترنهیم مثلا همین رمانی که اینجا هست که نویسم و فعلا به فارسی چاپ شده که بتونیم بعدا هم ترجمهش بکنیم و در معرض دید خوانندگان نروژی هم قرار بدیم. باقی وقت من بیشتر صرف رفتن به کلاس های زبان شده به خاطر ارتباط برقرار کردن با مردمی که به هر حال ما مهمان اونها هستیم. Thank you.
I'm here because I was invited by ICOL to be their freedom writer, and the city has invited me to be its guest writer. Troubles and suffering, finding a place where you could sit, think, dream, and write is a great thing. Thank you, Trondheim. Many years ago, I knew that Norway was in my mind, but I never thought that I would be here. So when I arrived on the going through tunnels, seeing the green mountains, snow, lights, I was wondering, am I going to love this city? Now, almost a year living in Trondheim, I think of Trondheim as my city. That's it.